خزنة النار أيضا يا أيها الأحبة المكلف عليهم ورئيسهم أعلمنا الله تعالى باسمه، وحدثنا بحوار يجري بين أهل النار وبين خزنة النار وقائدهم وسيدهم المسمى بالملك مالك عليه السلام. ذكر الله تعالى تلك المحاورة وتلك المحادثة فيما بين أهل النار ومالك، ثم ختمها بقوله قال: وقالوا يا مالك، وهو اسم سيد خزنة أهل النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذه أصعب قضية في النار والعياذ بالله تعالى. الآن كلنا، نحن وغيرنا، إذا صابتنا مصيبة أو بلية، ما الذي يخفف عنا تخفيفا شديدا؟ أملنا بفرج الله عز وجل، هذا يخفف كثيرا. أما إذا قال لك إنسان ليس هناك فرج، أمن اطمئن، ستموت بحسرتك. وهذا الذي يجيبهم به مالك هو من أعظم الابتلاءات عليهم. قال: إنكم ماكثون، اطمئنوا، لا خروج لا خروج. طبعا هذا في حق الكفار مطلقا يا أيها الأحبة، المطلقا الذين لم يؤمنوا بالله تعالى قط، إنكم ماكثون والعياذ بالله تعالى. هذا في شأن خزنة النار.